ضيفنا من بيروت خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني. أيمن صباح الخير وأهلا بك مجددا معنا في سكاي نيوز عربية. لو نضيف أكثر على تقرير زميلنا محمد، كثير لربما يجهلون بالفعل مخاطر نشر هذه الصور، ما هي تلك المخاطر إضافة إلى ما ذكرناه في التقرير؟ هلا هو صعب انه حتى تقول لوالد او والدت تقول انه هول الصور لاولادكم مبسوطين فيهم ما تحطوهم على الانترنت، يعني هو طلب صعب، بتلاقي هن محمسين ومبسوطين فيهم وحابين يشاركوا فيهم مع العائله والاصحاب. بس يعني بس في هي مشاكل معينه، في منها مخاطر في منها مشاكل معينه. يعني اذا بناخذ على صعيد نحن على اشخاص اكبر، يعني اكيد جرير انا وياك عندنا صور من الجامعه ما كثير مبسوطين فيها، أكيد. يعني شعر وثياب ولبس وهيك مأساوي كان شكلي. كيف اذا كان على صعيد بعد شوف انا عندي صور كمان هيك بشوف من وقت لوقت بقول شو كنت عم فكر، يعني كيف اذا كان عم نحكي على صعيد بعد لورا كثير، يعني اولاد عمرهم 4 سنين وخمس سنين وست سنين، يلي نحن يعني هذه الصور عم بتكون موجوده متاحه على الانترنت. كمان مثلا بتشوف كمان في يعني برامج تلفزيونيه للمشاهير مختصه تلاقي لهم صور قديمه كانوا يغنوا فيها او يرقصوا فيها او وهيك. عم تحكي ايام قبل كان صعب كثير يكون في صور من 20 و30 سنه لورا، فيعني اذا اولادنا صاروا مشاهير في صورهم نحن هول يمكن هن منهم مرتاحين على صعيد شخصي يكونوا مرتاحين عليه مرتاحين يحطوها. كمان في خطورات شوي اكثر، يعني الصور اللي نحن بنصورها عم نصورهم يعني عم نفرجي هن صورتهم مين اصحابهم باي مدارس وين بيروحوا بيلعبوا، في مخاطر شوي كمان على سلامتهم الخاصه، اذا في ناس حوالينا منهم كثير منيح بيقدروا اذا تابعوا الصور يعرفوا اكثر وين عم بيكونوا هالولاد باي محلات بيكونوا موجودين، فهيدي فيها صعوبه هون. هلا كاهل كدور فينا نلعبه نحن، يعني انا بحكي مع كثير اهل وبلاقي موضوع صعب. وانت ايضا انت اب ايمن، هل لديك اطفال؟ كيف عم تتعامل معهم؟ اي نعم يعني انا ابو، يعني اولادي عمرهم بعدهم 6 سنين واربع سنين صغار بعدهم، في يعني في فرق مثلا بين انا وبين مرتي مثلا، انا بنتبه كثير على الصور بحطهم، مثلا مرتي بحكيها بكل هالامور كثير بتقول ايه، ومثل ما كثير اهل بحكي معهم بيقولوا ايه، برجع بشوف بيحطوا صعب على الاهل، الاهل صعبه بدهم يحطوا صور، يعني ان لم تضع الزوجه ستضع الجده. هلا انا اللي بنصحه على مثلا وين الصور اللي ما طلعتها عم نشوفها. ليش نحن بنظلمهم او بنظلم من يقوم بذلك ايمن؟ لانه يعني باتت هي المنصه الوحيده للمشاركه. نحن زمان كنا نلتقي في مناسبات نهايه الاسبوع بنفتخر باطفالنا، اهلنا بيفتخروا فينا، بنلبس افضل لبس من وجهه نظر والدتنا، حتى الاقارب اللي عايشين في الاغتراب يتسنى لهم فرصه رؤيه الاولاد. يعني بس اليوم في شيء مفيد كمان، يعني من جهه، ولكن انا لا اوافق الراي لانه هنالك ايضا كما ذكرت ايمن يعني مخاطر لهذا الموضوع وكثره الصور، يعني على انستغرام وعلى فيسبوك وعلى تويتر وسناب شات والى ما هنالك. كيف يمكن الحد من هذا الموضوع برايك؟ هو كان فيها كثره كثير، لانه نحن كاهل بنقول، يعني انا بس احكي مع الاهل بيقولوا لي ولو ايمن ما كلها صوره ما كلها فيديو، ما هي صوره على صوره فيديو على فيديو كل اسبوع كل شهر كله بيصير في البوم كثير كبير كامل عن 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 هذا عن عن هذا الموضوع. انا بجرب انصح شوي اكثر للاهل، اذا حابين يطلعوا هيدي الصور فيهم يعملوا مثلا على صعيد مصغر اكثر، مثلا عن طريق جروب على واتساب مثلا. جروب الواتساب فيه العمي والخالي بيكونوا موجودين عليه، هذا على صعيد مصغر اكثر موجود، مش مباح على 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 الانترنت بطريقه. هيدي مثلا بتكون طريقه من الطرق يلي بتساعد شوي اكثر. في طريقتين كمان فينا ما نرد على، في ضغوطات كمان شوي اجتماعيه، يعني مثلا انا بعرف صعيد شخصي ما بحط صور، بس في كثير ناس بيقولوا انه ليه ما بتحط صور اولادك وما بتحب ولا مره شفنا وما بنعرف انه عندك اولاد، يعني انا هيني علي رد، بس في غير ناس ما بيرتاحوا يقولوا لا لازم طلع ولازم حط، ما فلان طلع وفلان طلع ليه انا ما بطلع. فهون في يعني كضغط اجتماعي كان فينا شوي ما لنا مشكله ما نطلع صور بهذا الموضوع. يعني اصلا ايمن حتى سمعنا عن عده حوادث على تحصل مع الاطفال على مواقع التواصل الاجتماعي، ان كان يعني الغرباء يعني يرون صورهم او حتى يتحدثون اليهم. يعني هنالك ايضا بعض الاهل يسمحون لاطفالهم بانشاء حسابات او يقومون هن بانشاء حسابات لاطفالهم على وسائل التواصل الاجتماعي وتحصل هذه الحوادث. من اي سن برايك يجب السماح للاطفال بانشاء حسابات خاصه، واين تكمن الخطوره ايضا في هذا الموضوع؟
هلا هون في 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 يعني في في شئين للحديث. يعني في مثلا انا بشتغل مستشار مع 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 مع, مع كثير مدارس بالبلاد العربيه بخصوص شو المعلومات اللي بتنحط على الانترنت والاطفال شو بيستعملوا اي تقنيات واي برامج. هلا مثلا في كثير على صعيد امني في كثير مدارس واعيين لهالموضوع. يعني يعني مثلا اذا هن رايحين على رحله رحله معينه مثلا ما بيقولوا نحن هذا الصف رايح بهالوقت على هيدي الرحله. شو بيعملوا هن بعد ما يخلص الموضوع على صعيد امني؟ بس يخلص بعدها بيوم او يومين بيطلعوا صوره انه نحن رحنا على هيدي على هيدي الرحله امنيا احسن ما يقولوا وين هن رايحين وليش مثلا. هذا موضوع معين. شغلتين يعني بشتغل فيها انا مع المدارس ومع الاهل لما يطلعوا صور ما يكون الصور كتير واضحه لهيدي الاولاد. يعني مثلا اذا هن مثلا برحله برا بيصوروا مثلا من جهه ورا بيفرجوا لقدام شو عم بيصير بس من جهه ورا من الاولاد ما كتير يبين صورتهم هن وين وكيف ومين هن الاشخاص. هيدي مواضيع هون هيدي بتساعد. هذا شيء واحد من سؤالك. الشيء الثاني كتقنيات اللي بيستعملوها يعني هلا ببيوتنا كلها في هاتف المحمول الايباد. هلا كمدارس وهيك تنصح اني باقل من 30 دقيقه بالنهار على كل الشاشات يعني من ضمنها التلفزيون والايباد والتليفون. هو رقم صعب يعني تلاقي الاهل يعني بس احكي معهم الموضوع. حتى انا ببيتي صعب تعني بس نص ساعه لانه كثير هين الواحد يحضر تلفزيون يستعمل كايباد وهيك. يعني أيمن كثيرون وكثيرات يشاهدنا الآن وأكيد ممكن فتحنا أعينهم على نقطة غاية في الأهمية. من أراد أن يحذف الصور لأطفاله الآن عن صفحته لأنه ربما تردد توتر أو خاف من ما نتكلم عنه الآن أو أصبح أكثر حذرا، هل إزالة هذه الصور تخفيها نهائيا؟ عادة إزالة صور من مواقع العلم الاجتماعي يعني هي بتضل موجودة على فترة معينة يعني منه حذف نهائي. بس منه غلط الواحد يحاول من جهته يقدر يعمل اللي هو بيقدر يعمله يفوت يمحي صور معينة لحتى مع الوقت يمكن هيدي تمحى أو غير صور تغطيها أو هالموضوع. بس إذا الواحد عنده قدرة يمحي صور معينة لورا خاصة صور منه مرتاح حتى أو يطبقها على حاله الشخصية ما يشوفهم حتى تستعمل. وشغلة تانية كمان بدي نبه كأهل عليها بيقولوا لي إنه بيستعملوا مثلاً فيسبوك أو إنستغرام كألبوم على الإنترنت في حال ضاع تليفون أو ما عندهم صور. بدي نبه أنا إنه هي صفحتكم على فيسبوك هي منا ملك لألكن. يعني في حال صار شيء مشكلة معينة وخسرتوا الحساب بتخسروا كل الصور معهم. سو منه ألبوم صور ينحط على طول على الإنترنت. ولكن يعني لم يعني انتهى وقتنا وبطبيعة الحال سنستكمل هذا الحديث في حلقة لاحقة. من بيروت تحدثنا خبير تقنية المعلومات أيمن عيتاني، شكرا جزيلا لك. لما كنت